اهلا وسهلا بكم مره اخرى في مطبخ شيف مجيد. اليوم ان شاء الله غادي نجيب معكم واحد فطيره على شكل صينيه او طاوله الفرن بواحد الطريقه كثير سهله بحشوه كثير رائعه هي كتشوفوها هنايا. ما عليكم الا تبقاو معايا وغادي تشوفوا طريقه التحضير مع المقادير. واحد الفطيره اللي كتجي كثير كثير هشه ورطبه والحشوه ديالها كثير لذيذه لان مكوناتها شهيه واقتصاديه في نفس الوقت. ما عليكم الا تبقوا معايا وشوفوا طريقه التحضير مع المقادير. بركه الله المقادير كالاتي. هنايا نحتاجوا المشروم او الشامبينيون نقطعهم شرائح رقيقه على شكل هكا تقريبا 4 5 حبات. هنا نحتاجوا جزره واحده نحكوها على شكل هكا. نحتاجوا نصف فلفل اخضر حلو نقطعوه شرائح رقيقه جدا على شكل هكا. قليل من الزيتون بهذه الطريقه هذه. وبطبيعه الحال نحتاجوا القليل من صلصه الطماطم مع قزبر المعدنوس هنايا كذلك المفرومين تقريبا ملعقتين كبيرتين. هنا نحتاجوا 150 غرام من اللحم المفروم. تقدروا تعوضوه بلحم دجاج مفروم او لحم ديك الرومي الا بغيتو. بطبيعه الحال الشعريه الصينيه هنايا كميه يعني تقريبا قليله جدا هنايا فقط واحد ربطه صغيره. هنايا نحتاجوا نصف بصله من البصل الابيض الا كان غيكون من الاحسن نقطعوه شرائح رقيقه على شكل هكا اللي غادي نطيبوه بوحدو. بطبيعه الحال البهارات هنايا التحميره او البابريكا الكركم او التورمريك فلفل اسود الكمون زنجبيل القليل من الثوم المجفف والهريسه. الا ما عندكمش ثوم مجفف تقدروا تستعملوا الثوم العادي بطبيعه الحال القليل من الملح مع الصويا لذلك غنحاولوا نحطوا شويه من الملح لان الصويا مالحه والزيتون مالح كذلك مع زيت الزيتون بطبيعه الحال. اول حاجه غنحاولوا نطيبوا هاد المكونات ما عدا البصل اللي غادي يطيب بوحدو بغينا فقط نطيحوه ويطيب بوحدو بطبيعة الحال. غادي ندوزو ونوجد معكم هاد الحشوة هادي بالشرمة اللي دايرها بطبيعة الحال. بسم الله بسم الله. أول حاجة نضيفو الزيت تقريبا ملعقتين. غنضيفو عليهم الكفتة نحاولو أننا نفتحوها. بسم الله حاول تخدم هاد الكفته مزيان حتى ترجع لنا على شكل حبيبات على شكل هكا. هنا غادي نحاول نضيفو باقي المكونات يعني نبداو بالجزر على شكل هكا. من بعد نتبعو ليه الفلفله وكذلك الشامبينيون. هاد الخضره هادي ما بغيناش انها يعني تطيح فقط دخلها يعني الطياب لان غادي تكمل الطياب ديالها في الفرن. غير دخلها واحد شويه الطياب وديك الساعات غادي نحاولوا اننا نضيفوا لها البهارات ومن بعد منها نخليوها ترتاح حتى تبرد بمعنى الكلمه. هنا كتشوفوا تقريبا بدات كطيح لها الحجم ديالها. هنا غادي نضيفوا البهارات بطبيعه الحال كلهم مع الملحه كذلك. غنحاولو نخدمهم شويه وغادي نضيفو عليهم الزيتون مع صلصه الطماطم وغادي نغطيو عليهم ونخليهم حتى يعني انهم ينسجموا مع بعضهم وديك لاصوص تولي تقريبا ناشفه عندنا. هنا خص الغاز يكون شويه مجهد. واحد الرائحه اللي شهيه بمعنى الكلمه. هنا نضيف صلصة الطماطم تقريبا واحد اربع ملاعق هنايا تقريبا كتشوفوا وغنضيف عليها الربع ونخليوها واحد شويه. قبل ما غادي نطفي عليها غنضيف لها صلصة الصويا اللي هي كنضيفوها دائما في الوصفات ديالنا في اخر لحظه باش ما تحرقش لان هي فراجيل شويه ما كتحملش الحراره. وغادي نغطي عليها وغادي نخليها بطبيعه الحال طيب على خطره. فهاد المرحله هذه غادي نوجدوا بطبيعه الحال البصل اللي خليناه يطيب بوحدو. لانك كتشوفوا يعني الحشوه تقريبا صبحات جاهزه
الخضره كتبان فيها كل شيء كيبان. هنا غادي نضيفوا الشعريه الصينيه، غنخدمها تقريبا نصف دقيقه بكثير فقط تنسجم معها، وغادي نطفي عليها وغادي نحطها في مكان يعني في واحد الاناء باش تبرد لينا قبل ما نبداو نعجنوا العجينه ديالنا. يعني خص هاد الحشوه تكون بارده، وهذه نصيحه لاي فطيره بغيتوا تصاوبوا، وجدوا الحشوه هي الاولى حتى تبرد بمعنى الكلمه. هنا تقدروا تضيفوا حتى ورق الغار او ورق سيدنا موسى، فقط ما بقاش عندي، كيعطي واحد الطعم اللي رائع بمعنى الكلمه في هذه الحشوه هذه. هنا غنضيف ما تبقى من الربيع باش يعاود يعطيه الطعم ديالو، وغادي نطفي عليها ونخليها تبرد بطبيعه الحال. كي غنشوف وهنا في هذه اللحظه هذه غادي نضيف صلصه الصويا فقط ملعقتين تقريبا، وغنخليها بمجرد ما نشوفها انها نشفت شويه غادي نطفي عليها، ومن بعد غادي نخليها ترتاح يعني حتى تبرد 100%. اذا نتلقى معكم في المرحله المواليه. شفنا ملعقه زبده، غادي نضيف عليها البصل من الاول، نضيف عليه قليل من الملح، وغادي نخدموا هذه البصله هذه ما نخليوهاش تحرق، فقط بغيناها تطيح وتبقى عندنا شفافه وباقي الشكل ديالها كيبان. اذا غادي نحاول ان نطيبها تقريبا واحد 3 حتى 4 ديال الدقائق، وغادي تصبح جاهزه عندنا، وديك الساعه غنخليها على جنب حتى تبرد كذلك مع باقي الحشوه، ما غاديش نخلطهم، غادي نخليها تبرد. اذا هنا كتشوفوا البصله تقريبا طاحت، هذا هو الشكل اللي بغينا فيها. الزبده كتعطيها واحد اللمعان وكتعطيها واحد الطعم اللي كثير كثير شهي، وكذلك حتى الملح كي قلت لكم انها كتخليها دغيا كطيح. اذا غنخليها حتى هي كذلك تبرد وندوزو للعجينه بطبيعه الحال. لبركه الله العجينه فهي جد سهله، غادي نحتاجو 350 غرام من الدقيق الناعم، غادي نحتاجو 100 غرام من دقيق الفينو، ملعقه صغيره من خميره سريه الذوبان، غادي نحتاجو هنايا ملعقه صغيره من الملح وحسب الذوق ديالكم كذلك، وهنايا كذلك نحتاجو ملعقه من كبيره من السكر باش يجينا اللون كذلك فيها، وغادي نحتاجو هنايا 160 مللتر من الماء الدافئ، 160 مللتر من حليب الدافئ، ما يكونوش سخان بزاف لان لو سخان بزاف غيخرج لنا ماده الجلوتين من هاد الفينول اللي هي كتخلينا بعض المرات ملي كنصوبوا هذا البغرير كيجينا مقطع او كيتقطع لينا وما كيجيش كيبغينا كيتجمع بزاف. السبب هو ان الماء كيكون سخون وكيخلي هاد الجلوتين كيخرج من هاد الماده اللي كتكون في في السمو عفوا في هاد الفينو او في السميده كذلك. اذا على بركه الله العجينه سهله، غنجمعوا هاد المكونات كاملين وغادي تدلكوا مزيان، يعني بسم الله الملحه السكر الخميره بطبيعه الحال مع الماء، يعني عبار مقاد تقدروا تضيفوا شويه ديال الماء اولا تقدروا تنقصوا بطبيعه الحال. الا جاتكم جاريه بزاف غتضيفوا لها بطبيعه الحال الدقيق، لان كاين بعض المرات كنلقاو دقيق كيشرب وكاين دقيق اللي ما كيشربش بطبيعه الحال. هنا غنحاولوا نمزجوا هاد المكونات مزيان قبل ما نضيفوا لهم الدقيق مع الدقيق الفينو. النصيحه الثانيه، حاولوا قبل ما اللي عندهم الالات ديال العجين حاولوا جمعوا العجينه بيديكم هي الاولى عاد ديروها في الاله، لان هادو من الاسباب اللي كيخسروا الاله، خاصه دوك الالات الصغار اللي كيخدموا فيهم البيت، راه ماشي بحال الالات الكبار اللي كيكونوا في المطاعم الكبار ولا هذا، يعني دائما خصنا نعاونوهم باليد ديالنا، يعني حتى نعجنوا العجينه كي بغينا عاد نخليو الاله هي اللي تدلك، ما نديروش من الديبار انها كتعجن وتقدر تكون العجينه مجهده على الاله وكيتهرزوا لنا دوك الاسنان اللي كيكونوا في الماكينه في الداخل ديال العجينه بطبيعه الحال. اذا بسم الله الات العجينه عفوا بطبيعه الحال، غادي نضيف هذه المكونات غنجمعهم وغندخلهم للاله انهم يتعجنوا. الوقت هنا باش كتعجن لنا العجينه ما غاش نخليوها ترتاح بطبيعه الحال، ضروري خصنا نكونوا وجدنا واحد 40 غرام تاع الزبده اللي غنذوبوها بحال هكا، وكذلك نص كاس نتاع الزيت، غنمزجوهم مع بعضهم وغادي نحطوهم على جنب بلا بدا اي حاجه. غادي نحاول
البلاصه اللي نخدم فيها او السطح العمل اللي نخدم فيه ندهنوا بشويه ديال الزبده والزيت الوجنه. كتشوفوا هذه هي العجينه ديالنا، غنحاول نقطعها على اربع كرات يكونوا متساويين. طبيعة الحال كتشوفوا العجينه رطبه، عجينه المسمن يعني كتكون رطبه بزاف بمعنى الكلمه، لكن ما كتكونش كتلصق في اليد. غادي نحاولوا ان نديرهم في الزبده ديالهم، يعني فقط يترقدوا شويه في الزبده على شكل هكا. غنخليهم دائما نعقلوا على الاولى اللي حطينا، غادي تطيح هذه العجينه تقريبا واحد 3 دقائق بكثير على شكل هكا. باش العجينه تجينا سهله فاش كنسرحوها، ملي كترتاح في هذه الزبده هكا على شكل والزيت كترتاح كتشربها وكتجينا سهله في التوراق. غادي نخليهم يرتاحوا ليا تقريبا 3 دقائق بالكثير وغادي نبداو نسرحوا العجينه كتكون رطبه بمعنى الكلمه. في هذه المرحله هذه غادي نجيب واحد الطاوله اللي غندخلوا الفران، غادي ندهنوها بالقليل من الزبده والزيت اللي عندنا، والفران ديالنا خصو يكون سخون على درجه 180 درجه لان ما غاش نخلوها تخمر مباشره. غادي نوجدوها وغندخلوها الفران بطبيعه الحال. كي قلت لكم الحشوه خصها تكون موجوده عندنا وبارده وجدناها قبل ما نبداو العجينه ديالنا بطبيعه الحال. هنا غادي نبداو نسرحوا العجينه بطبيعه الحال، ندهنوا قليل شويه ديال الزيت والزبده سطح العمل، وغادي نبداو بالعجينه الاولى اللي خليناها ترتاح. غنحاولوا نمشيو على شكل هكا نسرحوها تجينا رقيقه. نجي هنا بعد ما سرحناها نحاولوا اننا ندهنوا المسمن هنايا، وغادي نديروا ثنيه ديال المسمن اللي معروفه ديما. نحاول نجيبوا التلوت على التلوت الثاني، بسم الله هالشكل هكا هالشكل هكا ما امكن. وندهنوها بطبيعه الحال مره ثانيه باش يبقى لنا هذاك التوريق باين. نجيبوها مره اخرى قليل الزبده الفوق، وغادي نبداو نفس الشيء اللي درنا نجمعها كاملها على شكل هكا، وغادي نخلوها على جنب في نفس المكان اللي كانت فيه في المره الاولى. غادي نعاودو العجينه نفس الشيء الورقه الثانيه او الكره الثانيه عفوا بنفس الطريقه. هنا بعد ما سرحنا العجينه الثانيه اللي كتشوفوا شرحتها اكثر من الاولى، هنا غادي نجي ونحط العجينه اللي وجدت قبل منها يعني في الوسط هنايا على شكل هكا، لا باس نضغط عليها شويه. وغادي نجي نحط عليها العجينه يعني على شكل هكا، يعني بحال قلتو عجينه في وسط عجينه او في قلب عجينه بحال كما بغيتو تقولوا. هنا غنعاود نجيب الثانيه على شكل هكا، وغادي نجمع عليها العجينه الثانيه ديالها كتشوفوا على شكل هكا. غادي يجي فيها التوراق باين، وغادي نخليها ترتاح بما نوجد العجينه الثانيه. نفس الشيء اللي درت في هاد زوج عجينات غنديرهم في العجينتين اللي باقيين، الكرات اللي بقاو، وغادي نخليها على جنب ترتاح بما نكمل. اذا نتلاقى معكم بعد قليل. هنا ناخذ العجينه الاولى اللي وجدنا، غنحاول نسرحها. مجرد ما نحس انها يعني بدات كتطلق شويه غادي نحاول نكمل التسريح ديالها في الطاوله بطبيعه الحال باش تجيني سهله. على شكل هكا ونحاول نسرحها كملها على الطاوله بطبيعه الحال، نمشي كلش للجوانب ديالها ونحاول نختار الطاوله اللي غتكون قد العجينه اللي غنخدم بها بطبيعه الحال. هذا الشكل اللي كتشوفوا. وهنا غادي نجيب الحشوه ديالي اللي غنخدم بها بطبيعه الحال. هنا غادي نحاول نجيب الحشوه ديالنا نفرقها كامل، نبدا من الوسط على شكل هكا نفرقها. قلت لكم الحشوه خاصها تكون بارده. وهنا وجدت الجبن حكيته هنايا، اللي ما عندوش جبن يقدر يستعمل جبنه الموتزاريلا. نعتذر على صوت الفران اللي كيتسمع. هنا غادي نجيب البصله اللي درت كي كتشوفوا هنايا، يعني بحال شكل طبقات كيكونوا فيها، كتعطي هاد البصله واحد الطعم اللي كتير كتير رائع، بالاخص مع هاد الجبن البلدي اللي كيكون. تقدروا ديروا حتى الجريك الجبن الجريك تشيز الى عندكم، او ديروا الجبن العادي
او حتى مكعبات تقطعوهم وتحطهم فوق منها او موتزاريلا حسب واش عندكم. هنا غادي نجيب جبن كتشوفوا ما نكثروش، تقريبا 50 غرام كافيه لهذه الوصفه هذه. الحشوه درناها كامله، غندوزو للمرحله الثانيه اللي غنكرصوا فيها المسمن اللي بقى لينا بطبيعه الحال. اذا هنا خصنا واحد المدلك اللي غنحاولوا نوجدوه قبل باش ملي نسرحوا هذه العجينه نهزوها بها ونحطوها على العجينه الثانيه. انا غنحاولوا نجمعوا هذه العجينه، ندهنوا شويه المدلك باش ما تلصقناش فيه ونجمعوها على شكل هكا. ما نحاولوش نضغطوا، فقط نخدموا بالرول على شكل هكا ونجيبوا الطاوه مباشره على شكل هكا، نحاولوا نحطوها في الجوانب هي الاولى. على شكل هكا كي كتشوفوا، وهنا عندكم الاختيار كما بغيتوا، يا انكم تلوحوا عليها الحبه السوداء، يا ديروا عليها الزنجلان، يا انكم تقطعوها مربعات كي بغيتوا، يا انكم تخليها حتى طيب من بعد تقطع حسب واشنو بغيتوا نتوما بطبيعه الحال. كاين تقدروا تزينوها حتى بالزيتون، يعني نتوما واشنو بغيتوا بطبيعه الحال. هنا في هذه المرحله هذه غنجيبوا صفار بيض، يعني واحد جوج صفار بيض، ندير معهم واحد معلقه ديال الياغورت طبيعي غير محلى، غنمزجهم كاملين وغندهنوا بهم هاد الفطيره ديال اليوم. اذا هنا غنحاول ان ندهن كل هاد الفطيره من الفوق على شكل هكا. الفران غنشعل ليها من التحت هو الاول تقريبا حتى نشوف، يعني بدات كتطلع لنا هاد الفطيره هادي، ديك الساعات ملي نشوفها قرب الطياب ديالها يوجد غادي نشعل ليها من الفوق، اولا نشعل الفرفره اللي عندي الفران ديال الطو كذلك نشعلو في المرحله الاخيره. اذا غنحاول ندهنها كملها وغنتلاقى معكم بعد قليل. من بعد ما دهنا بالصفار البيض مع الياغورت زينها بالحبه السوداء او تقدروا تزينوها باش ما بغيتوا، انا هنا استعملت السمسم الاسود يعني الزنجلان الاسود. اذا غادي ندخل الفران كي قلت لكم، نشعل ليها من التحت حتى الدقائق الاخيره ونشعلها من الفوق باش تحمر وتقرمل لنا وتجينا رائعه بطبيعه الحال. اذا خليكم معايا لحظات ان شاء الله ونتلاقاو. اذا هنا كي كتشوفوا من بعد جميع المراحل اللي شفنا مع بعضنا الفطيره ديال اليوم صبحت جاهزه، كتشوفوا الحشوه ديالها وكتجي مقرمله من الفوق وحتى اللون ديالها شهي بمعنى الكلمه. حاولنا نفتح معكم كي شفتوني بعدا كي شفتوني انا قطعتها مربعات على شكل هكا، وتقدروا تقطعوها كي قلت لكم من الديبار الى بغيتوا، يعني ما كاين حتى شي مشكل، كتجي رطبه بمعنى الكلمه وحتى الحشوه ديالها كتجي شهيه كذلك. هنشوفوا الشكل ديالها كيبان هنايا، نتمنى من الله تكون الصوره واضحه على شكل هكا. ما شاء الله كتجي كثير كثير شهيه. شنقول لكم شي وحده اخرى هنا نفس الشيء، يعني رائعين بمعنى الكلمه. وكي قلت لكم ضروري تخليهم انهم يتحمروا في الفران وعلى درجه 180 درجه. وبطبيعه الحال ما عليا نقول لكم بالصحه والراحه ونتلاقاو في وصفه جديده، وكذلك ما تنساوناش من جيم بارطاج واشتراك، ونتلاقاو في وصفه جديده في مطبخ شاف مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.